اليوم رانا في المنطقة باب الواد، منطقة الباستيون، إذن أمام قصر رياس البحر وبلاصة العواد، يعني المنطقة المقابلة لباب الواد وما يسمى بقاع الصور، منطقة قاع الصور. ورانا يعني في مكان الكورنيش السفلي، إذن هذا هو الكورنيش السفلي. ونروح نشوف التهيئة على مستوى الكورنيش العلوي. وهنا رانا نروح نشوف المنطقة العلوية تاع الكورنيش، وهذا هنا نشوف الكورنيش السفلي تحت. إذن هذا هو الكورنيش السفلي، ومننا من فوق نروح نشوف. على بالي على بالي، هنا نروح نشوف الكورنيش العلوي. هنا فيه أشغال على مستوى الكورنيش العلوي. إذن هذا هو نشوف انه فيه اشغال على مستوى الكورنيش العلوي. هذا هو الكورنيش العلوي. هذا هو الكورنيش العلوي. ولازم يبسطوا، ما يكثروش لي فورم هذو، ما يكثروش. هما فورم صغيره ما يديروهاش مسقمه، يكثروا في لي موتيف، ويكثروا في لي ديكوراسيون، حتى تولي امبوسيبل الخدمه تاعهم. يديروا حاجه بسيطه، كون دراها مسطح بسيط كاع مسطح، وديروا نايلين كيما هذيك تاع الاشجار من جهه نايلين من هي، وديروا مسطح بسيط وفيه غير كراسه ولي لومبادير شابين أشجار وكذا، ويا خدك في مكان هذا الديسان، تزركش تزركش هذا، تزركش يزركش، اللي يعرف يزركش، بس كي تكثروا لي موتيف من بعد تولي الخدمة تاعهم ما تجي واعرة. على أية حال، هذا هو الكورنيش العلوي، هو الكورنيش القادم. يا كذلك فيه أشغال كثيرة راهي ماشية. وهنا نشوف هذه المنطقة هنا كلها راهي قيد الأشغال. شاهد هنا، إذا الأشغال مستمرة على مستوى، إذا الأشغال مستمرة على مستوى إذا الواجهة البحرية. وهنا عندنا الكورنيش السفلي، اذا هذا هو الكورنيش السفلي في منطقة كما قلنا قاع الصور، الذي تم يعني ردموه. كل هذا المكان تم ردموه وانجاز هذا الواجهة. الواجهة الجديدة إذا نتابع الرحلة ديالنا في منطقة الكورنيش السفلي على مستوى منطقة قاع الصور المقابلة لباب الواد. وهنا داروا ديسونت باش تهبط من تحت بدون دروج، ما داروش
إذن الدروج هو حاجة مليحة، داروا إن بونت، إن بونت دوس مليحة، إن بونت دوس مليحة. هذه فكرة مليحة. مام لو ديمونسيونمون، ديمونسيونمون تاعو مليح، تاع هذا المهبط مليح، هذا ديمونسيونمون ديالو مليح. إذن نترككم تتابعون.